الايكويشن ذا سيم، بس الان المفروض بيفور فيلر متى بيقطع هذا؟ عند 400 لما الستريس شو بتكون عنده؟ 400 يعني او اصل الستريس قديش عنده؟ 0.1 يعني هاي الدلتا قد 0.1 في كم؟ في 3 هي 0.3 مظبوط؟ شيء؟ اذا هاي كم؟ هاي 0.45 شيء اذا الاصل انه دلتا بي شو تساوي؟ تساوي 0.1 في 3 طيب دلتا سي ما هي بالكومباتيبلتي ايكويشن بعرف انه دلتا سي شو تساوي 1.5 دلتا بي اذا هي شو بتكون 4.5 كويس شو الثالث بدول فايند بيرنج صح يعني لما انا شلت الحمل من المتوقع انه هذا اللي حكيناه كل قصه بيرجع بس مش الوضع الاصلي يرجع هيك هاي برر الان سلوف طيب شو هي الريكفري الان بعمل الريكفري هي تشابه مثلثات طلع يعني انا بدي هاي يعني بمعنى غيرها اذا انا بعرف هاي النقطه خلص صح طب هاي النقطه شو هي 0.08 يعني هاي من هنا لهنا نفس السلوب اذا كان نفس السلوب وانا بعرف الارتفاع هذا معناته بعرف هذا مظبوط اذا جبتوا هذا الحكي 90 هاي 0.02 من هنا كم من هنا 0.02 طيب هذا السترين مضروب في هذا مضروب في 1.5 واعطيني عشان يعطيني الكير منه ديفورميشن كويس طيب الان هذا الكلام بدنا نضيف له الليبل عشان يصير انديكيت مو شو بيمنع يعني الكور كل شيء نفس الشيء خلي هذا هيك بيرفكتيف بلاستيك بعدين نشوف هاي سيجما هي هاي 0.01 وهاي 0.2 هذا عنده دلتا دلتا دي طب ليش يعني هذا السؤال ليش شو بنستفيد منه انا بس بدنا نفكر في هذا السؤال هيك نفس الشيء هذا شو
مونيك. هذا وهذا يعطي 90 يعني هذا عبارة عن كي وكيلة هذا إيه على الأن. طب ليش كذبتوا هيك؟ إحنا بدنا نشوف الآن طبقين مبنى مبنى طبق مبنى ليه في كل تجيني والدكتة يعني هذا صنف هذا عبارة عن بس كيف بدي ارسمه؟ مش بدي ارسمه كير بدي اشوف العلاقه بينهم شو تكون ريجيد مين؟ شو هاي؟ ما هذه كلها تسدد لك الكلام كلها تسدد شيء تنطفئ من وين؟ العلاقه ايش؟ لين يعني متوزع والدليل انه انت لما وزعت وزعت هاي اكبر من هاي في اشكال وين الدعامات لا احنا هذا كي شو يعني كي فورس نيدد تو كرييت وان يونت ديسبيسمنت ان ذات دايركشن هذا موديل شو يعني اذا هذا وان ماس وان وين الكي انا الكي ما فرطتهاش في هذا ليه لانه فرطته رجل هذا الكيف يجي نار في ار على الليكل وراح نجي لهذا الحكي لكن انا شلت هذا وحطيت محله ليش؟ اوكي محله هذا شو يعني؟ يعني اعطيني الفورس نيدد تو كرييت ون يونت ديسبيسمنت ان ذيس دايركشن شو هي؟ الكي اللي موجوده وين؟ الكي بس القوه اللي في اقصد يعني بي وين بتاثر؟ يعني بي لا بي بي بدها تاثر على هاي وعلى هاي بس احنا الان هذا the simplest model عشان ارتقي الى هذا طب هذا شو بدك فيه انا بدي اجيب لي الفورس هاي بي والدلتا بدي علاقه بين الفورس والدلتا يعني المفروض انه احنا في نهايه الفصل بدنا نشوف هذا شو بيكون كاباسيتي كير شو يعني كاباسيتي كير يعني الكاباسيتي للمبنى مقاومة زلزال هذا الكبسيت طب طب والادريسيت اللي بيعملوا الكيتابس والسهل لا الالاستيك اذا عشان لما نروح ناخذ في في فيما يسمى ايرثيك ورك واحد واثنين لما نيجي نقول في عندي ريدكشن فاكتور يمكن تعملين عشان وين؟ بالبلاستيك واضح خليني بس نحل هذا وبرجع لهذا خلال ساعة برجع لهذا كاملة بس الآن هذا اللي بنحله هو مش لأنه في الكتاب أو في النوتس بدنا نحله لا this is the simplest point اللي أنا بدور عنها في الفصل واضح إذا الآن شو مطلوب؟ draw the P delta D care ليش؟ ما اتفقنا لما لما بدنا نعمل شغل لا بدنا نشوف شو بتوعي بعدين في الاخر راح نشوف ليش امبارح او يوم الاحد قلنا حلها بالالاستيك هلا في السؤال اللي حليناه لو انا بدي ارسم هذا الحكي السؤال اللي حليناه شو بصير؟ بصير الالاستيك السؤال اللي حليناه هذا خطين خطين هاي هذا الفورس بي وهاي الديسبلسمنت اللي هي الفيرتيكال ديسبلسمنت اللي تحت احنا متفقين طوله الى ستة شو كان يعمل؟ يزيد بالقوه لما يزيد الديسبلسمنت مظبوط بعدها بتزيد برضو بس بشكل اقل الان بعدها عند النقطه هل لحد الان شو صار الاس هلا الفورس اللي في هذا لما كان لوحده كانت تزيد كيف ليش لانه تختلف السلوك لانه مش الاستيك بيرفكت الاستيك زي هذا السؤال
مفهوم؟ لا يعني هي زادت زاد زاد زادت وبعدين بعدين مستمر تك انهار. هذا السؤال اللي قبله انهار. اذا شو هذا اللي عنده؟ هذا بي دلتا لمين؟ للسؤال اللي قبله. طب ليش انهار؟ ديتيرمنت فيش ريدندنس نو ريدندنس رح نيجي لهذا الركض. هذا احنا رح نشوف كمان شوي في سؤال غير هذا انه هذا وين شفناه؟ في سلايدات طب هل شو هذا بي وديسبيسمنت الان لما وصل لحديد الالاستيك هو صار يستفيد من البلاستيسيتي المنشا صار يستفيد من البلاستيسيتي اللي معه توصل لوين توصل النقطه هذه الان بعدها مجرد ما صار مصطف ريدندنسي صار تكبله يعني هذا بشكل بسيط هذا رجل فريم وهي قوة بي كويس الآن هذا وهي بي مين أنو اللون الأحمر ولا الأسود ولا الأخضر اللي ممكن يأخذ ماكسيموم بي قبل انهيار التام متى بصير انهيار تام؟ قديش الريدندنسي اللي عندنا هاي ثلاث لا مش انهيار تام ثلاث ثلاث بس عشان نجد اذا الاصل الان انه شو صار عنده هان؟ اللي هان انكسر واللي هان انكسر انا بحكي عن كونكريت اذا انكسرت اللي هان انكسرت اللي هان وفي كان تشريك حديد بين الكور والمنشا شو ضل؟ assume to be pin وشو صارت هان؟ نفس الشيء كمان pin مظبوط؟ لسه طب وهاي دروب ليش؟ لأن بدي أرجع لمين؟ بدي أقول لك إيش؟ صار واحد اللي مطابقش اثنين. طبعاً. واضح. إذا خلينا نحل هذا، بعدين بحل الترس، بعدين بحل الفريم. يعني كفكر نفسه، بس خلينا نشوف الآن. طب الأرقام مش مشكلة الأرقام الآن. هذا الرقم قديش السيجما من الاريا مش مشكله الفورس اللي هنا اللي راح يكون في هذا هي جي دي
سيجما مظبوط؟ لا كان ات فيرست يلد واضح؟ طيب الان نرسم الكومباتيبلتي، خليني احط هاي اثنين واحد، تغلبنا في الريشيو. خليني احط اثنين بما يعني تقريبا مش هذا بطو اسكيل معناته هاي اثنين وهاي اثنين، وخلي هاي لا أنا شو بدي؟ بي دلتا دي. طب ليش مش دلتا بي؟ أنا عارف إنه خلاص بعد المطيرة. لا ليش؟ ما أنا ممكن أعمل دلتا بي. ليش؟ لأنه راح يصير اليد بالأول هناك. كدلتا. إذا كان هذا. لأنه يمكن أول واحد راح يصير هو. لا إذا كان هذا رجل. كان هذا الرجل. One delta is enough to describe any delta. صحيح. وهذا اللي سميناه في الحصة اللي فاتت، في آخر الحصة ما يسمى degree of freedom. يعني إذا أنا بدي degree of freedom عشان أنا أتبع هذا من أول الحبل لآخره، I need one degree of freedom. شيء هي؟ Rotation. ممكن تكون rotation، ممكن تكون delta. كيف اذا انا هذا اعتبرته رجل، انا ممكن اخذ هاي ثيتا is my degree of freedom. يعني انا ممكن اجيب بي ثيتا. طب واذا بدي دلتا، هو اذا انا اجيب الثيتا بضربها في ستة شو بتعطيني؟ بتعطيني دلتا. إذا أنا جبت P with respect to me B ماشي، وبدي في الآخر دي ما مش مشكلة. واضح؟ إذا بيعتمد على إيش كل هذا اللود deformation curve؟ على degree of freedom. degree of freedom عندي هان كم؟ واحد. إذا هذا كان واحد كيف؟ كويس؟ طب متى بيكون غير هيك؟ بيكون غير هيك لما بتصير هذه more complex، يعني ببطل أفرض هذا الرجل. هذا بصير الديسبيسمنت اللي هون صحيح تعتمد على بي، بس تعتمد على الالوجيشن اللي صار في هذا زائد الكيرفتر اللي صار في هذا. والله بدون خلصنا وبعد هلك احنا اكسل بعدين بنروح للكيرفتر بعدين بنشوف الشيء اللي فيه ايفكت كله. لا خلينا نشوف هاي. اذا ما في مشكله انه انا بدور عن دلتا اللي عند النقطة دي والفورس دي. كويس. نشوف الميكانيزم شو بيسوي. الميكانيزم لهذا زي اللي أخذناه. يعني مين اللي راح يصير فيه إلاستيك ليميت في الأول؟ سي. على اليمين سي. سي. كيبل سي ولا كيبل بي؟ سي. الايرا نفسها؟ لا. انه يكون نفس الذات لا. الليك في الزين. ما صح. انا لو اعطيتك هذا السؤال كان هيك. بدي اتعامل مع سترين. يعني هذا طوله ثلاثة وهذا طوله ستة. تفكر. مش دائما كده. واضحة؟ ليش؟ لانه انا عليك مع مين اللي حكى مني؟ سترين والسترين هو دلتا على اللينك. واضحة؟ يعني اذا كان هذا مثلا هذا 4 متر وهذا مترين. هاي في سترين اعلى مبدئيا. هلا المترين لما هاي بغض النظر هاي صارت هاي الدلتا اللي هون صار لها قيمه من وين؟ البوينت 1. هلا البوينت 1 انا لما بعطيها لهاي راح بضربها في ثلاث تعطيني ثلاث. لما انا باخذ قصه عشان تيجي هون بتطلع صارت واصله وين؟
معنى ذلك انه اللي صار في اليد في هذه الحاله الاقصى هي مش واضح. يعني احنا هذا الكلام على اساس نكون واضحين انه انه اللي بيصير فيه انه اللي بيصير في الالاستيسيت او اليد قبل اللي عنده ايه اعلى سترين مش اعلى دفنه. وتحط السؤال اللي بعد هذا بدي احط ثري كيبلز واحد قصير واثنين طول شوف شو بدنا نعمل معهم شوف هذا اللي بده يصير في في كيد كويس. اذا الان اصبح ال 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 الفورس اللي موجود في سي قد ايش؟ اف سي او خليني احرق هاي ستيب 1 ستيب 1 شو ستيب 1 كيبل سي will reach E or E. ليش كابل سي؟ طيب لما كابل سي يوصل لليلد قديش تكون الفورس فيه؟ فورس نص هلا هاي هلا اذا وصل لليلد معناته هو بوينت اول يعني هذه ستاره 600 هاي 600 ايه 600 الاريا 600 طيب هذا شيء مين بي هذا الشيء اللي بدور عليه بدور على هذه الثلاثه طيب الفورس اللي هون كم نص سيجما ولا الفورس اللي هون بتجيك الكومباتيبلتي الكومباتيبلتي اذا كانت هاي دلتا معناتها شو؟ نصها طيب اذا نصها وله نفس الطول مش له نفس الطول معناته السبريد اللي هون كم؟ نص السبريد مظبوط؟ اذا نص السبريد معناته كم؟ نص سيجمين في الاريا في اذا فرضت انه الاريا سيجمين هي اف مش بي هي اف يعني شو تكون هاي اف 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 اثنين اذا هذا بيساوي هذا بيساوي اف كويس انا علاش بدور على بي بعمل سميشن مومنت بدي اعمل سميشن مومنت عند النقطه الاولى اذا شو سميشن مومنت يعني سميشن مومنت عند النقطه 0 معنى ذلك اف على 2 في 2 اف واف في 4 5 اف 5 اف 5 اف تساوي بي بي في 6 6 صح إذن بي شو تساوي؟ خمسة على ستة خمسة على ستة كويس الدلتا دي قديش؟ إذن هذا خمسة على ستة سيجما ي في ألف في إيه؟ مع أساس بس لا انا اقصد انه هذا قديش فيه بوينت 1 مظبوط اذا هيك بوينت 1 في 3 في 3 اذا هذا بدها تكون بوينت 3 صح بس هاي قديش 1.5 في بوينت 1 واضحه اه لا هي اصلا هاي اللي هون اعتبرناها بوينت 05 مضبوط شوي صح؟
عشان هيك احنا حطينا الاف عباره عن اف ال بي مفهوم. يعني الان صار لي هذا كويس. هاي ستيب 1 خلص نروح لمين؟ ستيب 2. ستيب 2 ستيب 2 شو هو؟ في حالتين لا اما الان بدي شو لا اما الثاني بصير له ييلد او يا اما هذا بصير ييلد بدون ما يكسر هذا او بكسر هذا يا اما هذا بكسر قبل يكسر هذا عيد هذا هذا وصل ييلد هذا لا صح؟ هذا اذا كان بريتل ماتيريال اثنين بجوز هذا يكسر يصير ييلد قبل ما يكسر هذا بالعكس شو بحدد لي هي شو مش ستريس يعني الاصل الان انه هاي متى بصير فيها ييلد؟ خلينا نستخدم ستيب 2 بدنا نعمل اسامبشن انه كيف بي ييلد اي شو معنى ييلد؟ يعني الستريم في بوينت 01 بوينت 01 صح؟ شو يعني بوينت 01؟ يعني الدلتا اللي هنا سوري الستريم اللي هنا بوينت 01 قديش الدلتا هاي؟ بوينت 03 بوينت كويس الان هاي صار فيها الستريم اللي هم مضبوط طب ليش الستريم مش الدلتا ما اتفقنا انه فيها بس امبلينج لو كان اللينك مش متساوي ما بتقدر تعتمد على الحكي اللي فيها ما نحسبه بدك تحسبه كويس الان نرجع لمين للايكوليبريم ايكويشن هاي يعني بدي ارجع ارد اسمه من جديد هذا هو في عندي النقطة او انا بدي هذا الفورس شو هذا؟ اف خلاص هي والثاني برضه اف اي في سيجما 1 تساوي اي سيجما 2 طب وهذا؟ برضه اف كمان اف صح؟ طب وهاي؟ هاي البي اللي بدور عليها بي برضه اف البي اللي بدور عليها كويس صمش شو بعطيني؟ بعطيني 2 اف زائد 4 4 اف تساوي 6 6 بي شيء اذا البي شو طلعت عندي؟ اف صح؟ اذا الان زادت شوي يعني صار اف صح؟ بدي دلتا هاي والله اذا هاي هاي الدلتا كم؟ بوينت او هاي الدلتا كم؟ بوينت او 6 قديش هاي؟ 1.5 بوينت او 6 يعني بوينت او 9 طبعا هذا الكلام لا يعني 0.045.09 لا معناته هذا بده يكون شوي عشان ما رسموش نفس عشان ما رسموش نفس السلو هاي زياده ضعف بس هاي مش ضعف معناته بده يكون هيك على اساس نغير السلو كويس السيناريو الثالث شو يصير فراكتشر في واحد فيهم انه واحد فيهم يوصل له ايش؟ يوصل لل طيب فيلر اذا واحد فيهم يوصل للفيلر عموما وصل قبل اللي فيه سترين اعلى معناته سي معناته
لمسي يوصل فل. شو بتكون الفورس؟ الفورس برضو اف ما اختلفتش. ليش؟ لانه اثنين هيل صح؟ اه بس الان شو بتكون الدلتا؟ بوينت 3. الدلتا بوينت 3 اللي وين؟ في البي سي. معناته هاي قديش؟ واحد ونص في يعني بوينت 4. صح؟ يعني ستيب 3 الان ثلاثة ونص ستيب 3. لوين بيروح ستيب 3؟ لبوينت 45. لبوينت 45 بعدها راح يصير دروب. صح مضبوط. مش هيك؟ كويس. الان بعدها شو راح يصير؟ دروب فيها بس بنقطع. هل بدي اكسر سي؟ سي يعني المتوقع هذول يكسر يكسر هذا. صح؟ ليش؟ لانه هذا اللي صار عنده اكثر من كنترول. صح. عيد بالنسبه للفورس بغض النظر عن هذه الدلتا وهي الدلتا it is the same. صح؟ هذا اللي صار عنده 0.01 معناته هذه اللي صارت كم؟ 0.3. لسه هاي اللي هان وصلت لهون يعني لسه ما قطعش. فبالتالي هاي اللي حكمت انه هذا شو بصير فيه؟ يرفع فيل. اذا الان شو بده يصير؟ كيف سي ستيب 3 ستيب 4 ستيب 4 كيف 4 كيف سي سوري من اقطع خلينا نقول فيل. فيل شو يعني فيل؟ طب طيب اذا فيل دانين 2 و4 هذا خلص القطع وهذا في الآن صدق لي لازم الليبرال إيكويشن تو بي أبلايد. صح؟ شو معنى القطع؟ معنى ذلك إنه الآن هذا موجود F. صح؟ إذا F مضروب في 2 يساوي شو يساوي؟ 6 في B مضروب في 6. صح؟ إذا B الآن شو تساوي؟ F على 3. مضبوط؟ الآن ستيب 4 هذا ينزل لوين؟ أفعل هذا اللي موجود هذا درس بس اللي موجود في السلايدات الأولى اللي شفناها اللي كباسيتي وذا بيلدينج كونسبت كباسيتي كونسبت. طيب كويس. بعدين نشوف الديسبيسمنت. هلا هلا بغض النظر هذا شو بده يصير بضل ينزل 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 الاف الاف كونستانت. طيب الاف كونستانت كيف كونستانت يعني كم؟ اف على 3 اف على 3 بضل بي اف على 3. صح؟ لوين؟ لا تا يوصل للسترين التمت في يوصل للسترين التمت هذا بي. يعني لما هذا يوصل 0.3 اذا هذا 0.3 قديش هذا 0.6 وهذا 0.9 اذا هذا اللي كنا ندور عليه. اذا هذا اللي بضل ماشي معي 0.9 شو بصير؟ بدي اكسر. اذا بدي اكسر بتصير الفولس قيمتها كم؟ اللي هو صفر. اي اذا شو هذا العلوم؟ هذا الكباسيتي كيرف لمين؟ لهذا المستشفى. واضح؟ كويس؟ طيب نشوف على 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 نفس الحكايه. يعني مثلا اساس لما بيجي زلزال يعني مثلا زلزال نشوف وين احنا وصلنا على الكيرف بنعرف وين احنا يعني اكسبكتد الاكسبكتد كباسيتي الاكسبكتد كباسيتي وذ ريسبكت تو دلتا
بتكون هاي. لكن انت لما صممت صممت على ايش؟ خليني على هاي النقطه كويس. الان طبعا لما بيكون القصر انه هذا مش رجل بيطلعش عندي خطوط مستقيمه بتصير ليه؟ لانه كل ما زادت اي بي كل ما زادت اي بي انا بدي افرض انه الان اعطيني اي بي وهي ال يعني متوقع يكون هذا هو الكير مضبوط؟ هاي دلتا بي اعطيني العلاقه ما بين بي ودلتا بي مش رح يكون ايش؟ مش رح يكون ايش؟ هتكون من هاي الاوردر مش رح يكون ليه؟ لانه الاصل هذا الماكسيموم اللي هون اخذناه في شو قيمته؟ بي ال كيو على ثلاثة ايوه بي ال كيو على ثلاثة 3 دي اي معناته العلاقه ما هيش علاقه ليه؟ لكن احنا بنشوف انه خلينا نشوف انها ليه ممكن انا العلاقه تكون عندي هي بعدين كويس هلا الاصل تبعت يعني هاي كويس بس الاصل في البناء اذا كانت وجينا دورنا على الكباسيتي كير لهذا سميت هاي ارسم الكتف الشيء هذا سميت هاي دلتا سميت هاي بي شو بنسوي؟ حط بي زيرو شوف الدلتا ايه حط بي واحد شوف الدلتا كويس الان طول الاستراكشر طول الاستراكشر ما صارش في اي فيد في اي كونكشن بالضبط زي فهم كيف يعني انت تدفع في هذا الفيلد طن طبعا هي بتروح سنتي مثلا 2 طن ممكن تروح 2 سم تصير لينا بس ممكن لا تروح سم ونص اذا بطل لينا لا يعني متى الان بصير الفورس تنزل سير شيء يتكسر الان لما احد الريدندنت اللي هون اللي هو الماسك يصير فري بصير الفورس هاي تحتاج لفورس اقل عشان تعطي نفس الدلتا اذا كانوا بيعطي انرجي يعني ايوه فقط شو يعني استفني السالب فقط الفورس اللازم صارت الفورس اللازم بكرييت 1 يونت ديسبلس اقل صح؟ اذا شو بصير في المنحنى؟ بصير في المنحنى هي صارت تتكلم لو العكس صحيح شو بتصير؟ بصير لفوق اذا هذا المنحنى هو الايش؟ هو الريال كاباسيتي هذا الحقيقي صح؟ السؤال الايتابس والساق والجسم احنا شو بنستخدم؟ الاستيك استخدمنا هذا استخدمنا هذا معنى ذلك انه احنا فاضيين هذا صح؟ انا بهمني خليني افرض انه هذا الماكسيمم ليش؟ اساسا ليش؟ لانه مجرد ما صار ينزل هذا مش الحقيقي اتفقنا على هذا ايش مش الحقيقي؟ اللي لما ينزل بيبقى الحقيقي من فرومجين بوينت اوف فيو فرومجين بوينت اوف فيو وات از الكون؟ بيطلع مش على فوق هذا يعني النقطة هاي بعدين فورس كونترول ستريس ماشي ستريس هذه اكشن بيهيفير هي مختلفة عشان ستريس هذا ليش ازدر؟ هو بالاصل مش كنا من القصة اللي فاتت انه الرياليتي هاي تطلع لفوق بصير عندي ما يسمى ريال ستريس ترين ريليشن شيب وهذا شو؟
مش هيك اتفقنا من القصه اللي فاتت. هلا هذا لما ينزل انا كمصمم ما بدي اوصل سوفتنينج. مش قلنا هذا هاردنينج وهذا سوفتنينج؟ انا ليش اوصل مرحله السوفتنينج؟ واو شو يعني سوفتنينج؟ يعني لا تحتاج لفورس عشان تتمايع يعني سريع. فانا بيهمني اوصل للنقطه هذه. اه هلا الايتاب والسلام حسب هيك صح؟ انا الريال كاباسيتي كير اللي عندي هي. طيب شو اعمل الان؟ بخفف القوه اللي اعطانا اياها. من هاي اللي نسميها اف الاستيك. اف او بي اللي بدك اياها. خلينا على ايش؟ على بي؟ على بي. في الاستيك. وين شو؟ بي التيمت. بي التيمت. كويس. الان كتفسير ليش انا بدي الكباسيتي كير؟ عشان انا اوصل في الاخر البلاستيك اناليسيس شو العلاقه بين بي اي وبي التيمت؟ الاناليسيس تعطيني بي التيمت والريال اناليسيس سبورت تو جيف مي سوري تعطيني بي الاستيك والريال الريال تعطيني بي التيمت. يا بقول بي التيمت على بي الاستيك، يا بقول بي الاستيك على بي التيمت، يا بقول بي الاستيك ضرب بي التيمت. بدي شكله بدي ريليشن شيب بينهم. يا بقول بي التيمت زائد بي الاستيك او بي التيمت ناقص بي الاستيك. عم بقول مش هدول هم العلاقات؟ هذه لها معنى فيزيائي. لا طيب هذه لها معنى فيزيائي؟ لا ضغطت هي هاي يا هاي شو المعنى الفيزيائي لها؟ هاي رح تطلع اقل من وهم. اقل من وهم صح؟ وهي شو رح تطلع؟ اكبر من وهم. حسب ما انا بدور على تسمية الفيزياء. اذا انا بقول انه كباسيتي ريدكشن انا بقول بدي اقلل. قديش بدك تقلل؟ بدك تقلل. اذا الريشيو لازم تطلع معك اكبر من واحد واكبر من واحد. اكبر من واحد. صح؟ اذا لازم الريشيو يطلع. اذا معناته اذا بترسم بي اي على بي يو شو بتسميها؟ ريدكشن فاكتور. وين بتحطه؟ في المقام. بشيء اسمع بدك تسوي ريدكشن. طب واحد ثاني اجى قال لك ليش ما بتدور هذا؟ طب ما انا بدي البي التيمت على البي اي. ليش؟ لان البي التيمت هو الحق هو الريال. شو بيطلع هذا؟ اقل من واحد. اذا انت وين لما بدك تعمل ريدكشن فاكتور لقيمه عندك شو بتضربها؟ كويس. اذا اتفق على اساس انه يكون هذا في المقام معناته بي اي على ايش؟ وهذا اللي بيكون في الليترشر شو قايل؟ انه بي التيمت بي اي على بي التيمت اللي هي اكبر من واحد سموها ريدكشن فاكتور. ار سموها ايش؟ ريدكشن فاكتور. طيب انا بدي الان اجيب بيلد اللي لما جي بيلد لما يطلع تلفن عن جي بيلد. هلا شو علاقة بي اي على بي اي وان؟ ايش؟ شو علاقة تنتين على بي اي؟ تنتين لها نفس السلوب شي اللي هي بس لا انا بحكي عن القيم اللي احنا طلبناها. انا خفضت الفورس اللي جاي عن البنايه بقيمه ار ريدكشن فاكتور.
كمان تو ريدكشن اللي هي الاوفر اوفر اوفر سترين اوفر سترين اوفر سترين في الريشو الباتيليتي النيو نيو كل اللي موجود في السوق او في الكود هو مفروض انه مين والسؤال خلاني احكي عن هذا لا بس الكباسيتي بغض النظر هذا هو الكباسيتي اللي هذا يعني هاي الفرق بين شو هو تسمعك البرودكشن فاكتور دعم البرودكشن هو البي اي صحيح هي بس ممكن تكون تعدد ايش تعدد الالاستيك اذا الان بي على هاي شو بعطيني بعطيني اوفر سترينج شو يعني اوفر سترينج يعني الان اتفق مع المصنف هذا انه هذا الشيء يكون ايميديت اكويفالنسي بديها تكون ريسيت مظبوط شو يعني ريسيت يعني رح توصل اعلى من وين من اللي الفورس اللي عندي رح تطلع اعلى من الفورس هي صح اللي بتسبب لي طب هذا شو هو الالتيميت على البي كان في عندي ريدكشن فاكتور رح نحكي عن كل هذا بالتفصيل بس ليش تسالي بس انا اسالك فهمت وبرجع لهذا الحكي كله لما رح نجي لما نحط فريم ونحط الى اخره الان عشان نشمل كل الأسئلة اللي ممكن تكون في الكتب على الكيبلز في أي كتاب بلاستيك أنا أسأل على الكيبلز شو ممكن تكون ممكن يكون بدرس الكيبل شو يعني الآن هذا سؤال ليه هاي واحد هاي عندنا والبيئة باختلاف الاريا مثلا إيه؟ الطول شو بتتوقع يكون ستيبس الان كم ستيب في هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شيء قديش بيكون في هذا خمسة اول شيء بده يصير القطره كله صح في الاول لازم هذا اللي يصير فيه ونحسب هذول طب بعدين لازم هذول الاثنين يكونوا فيهم هذا لا طب بعدين لازم يكون كلهم في هلا بعدين هذا ينقطع بعدها هذا ينقطع بعدين هذا ينقطع طبعا بدلالة بي شيء بدلالة بي يكون بتبدي واضح مش هيك ممكن يكون هيك كيبل واحد اثنين ثلاثة وهي كم ستيب في هذا؟ واحد أول واحد بس له ييلد بعد كلهم بينزلوا مع بعض مهم هذا الكلام راح يوصلوا لها بعدين الفورس راح تثبت لانه هذا وهذا وهذا مش هيتغير كتوتال فورس ما هي الفورس هذا زي الفورس هذا في عم يسوي البين بنقطعوا مع بعض وهذول لما ينقطعوا مع بعض روح هيك بعدين طيب هات لو شلت انا البي من هنا حطيتها هنا ببطل سيمتري راح يختلف يعني الان بتتعامل مع ايش؟ يعني اي سؤال في اي كتاب ميكانكس شوف بلاستيسيتي حله مش راح يزيد عن هذا الحل كويس؟ خليه يزيد كمان حل ايش المشكله؟ واضح؟ اذا الان بهذا بس خليني اشوف يوحنا كان مطلوب الفريم هذا فريز هذا
راح يصير فيهم نفس الدلتا بس السترين. بعدين بدنا كونسبت كواليتيتيفلي بدي اشرح شو يعني بدي اشرح بدي اشوف يعني بعد هذا النقاش المفروض كواليتيتيفلي قادر انا اني ارسم اي شيء يعني بجوز اجيب لك في الامتحان درو كواليتيتيف بي دلتا او بي دلتا ليش بدي الدلتا اللي عندها كواليتيتيف يعني هذا الرقم هذا وهذا الارقام اشياء مثلا دي عارفين شو بنسميه كل التربيع شوفها بزيد ليه راح يزيد مين اللي راح يصير فيه ييلد قبل اللي بالنص A ولا B ولا C B طيب شو راح يصير في A و C راح يصير نفس الديسبلايسمنت بس مش نفس الديسبلايسمنت يعني نص نص الأف الافش هي سيجمنتين صحيح يعني الاصل انه هنا صار فيها اف سيجمنتين مضروب في A اللي هي اف ها هذا شو حسب هذا مش دائما حسب هذا شو بتكون هاي نص اف اف على 2 شو بتكون هاي اف على 2 صح يعني الفيس ايل البي كم اثنين اف اثنين اف اني شو بتوقع سنة بس يكون نفس الثلاثة اف بس تكون ثلاثة اف بشار انه اصلش فيلر فيها أصلاً بصير فيلر فيها لما يوصل ال الالتيميت سترين يعني افرض انا حطيت لك هيك point one five لا مو ممكن نصير ييلد بالثانيات قبل هذا الاسترس مطلوب وبقول لك النيكست ستيب شيء هل هذا ستيب ساس اللي اخذت فيه ولا لا؟ هل سيصل ما على السريع بقول هذا 3 بي وانتهينا مفهوم بس متى بقدر اقول هذا 3 بي لما انا متاكد انه الستريم اللي في هذول ييلد طب متى الستريم في هذول ييلد ويبقى 3 اف لما بتكون الستريم اللي في هذا يعني هاي لما بتكون يعني هاي لما بتكون لهون انا حاططها خليها بوينت او انا معلش بصير 0.1 بصير 3 بي عين لما هاي مش هذا اللي تبعها ضرب هاي اذا نسبه كلهم بنفس الدلتا السترين اللي في هنا شو علاقته بالسترين اللي في هنا هاي نص ضعف مضبوط فإذا هذا 0.01 وهذا 0.015 وانكسر بنقطع معناته مش راح يصل ل 3 بي واضحة مش راح يصل ل 3 بي لأنه هذا راح ينقطع قبل ما هذول يوصلوا لا لكن لما بكون معطيني 0.1 أوكي شو بده يكون يعني هذا بده يكون ضعف وهذا 10 أضعاف 0.1 و 0.015 هي 10 أضعاف فبالتالي لما بتكون هذا 10 أضعاف لما هذا بصير في ستريت الضعف مش راح ينقطع إذا بصير إيش 3 بي ها بعدين بصير كونستانت بضل 3 بي خلينا نقول لها هي زي الحل بعدين بنقول بده ينقطع اللي بالنص إذا بده ينقطع اللي بالنص شو بصير صدم في إيش لوين يروح؟ لا بصير لتو بي بس الاثنين صحيح لتو بي صح؟ شيء تو اف
وبعدين بضل يجي هلا اذا حطت الفورس البي اللي بدور عليها سموير هير بدها الكومباتيبلتي وش بتختلف فقط لكن الكواليتيتيف بي شو الكواليتيتيف يعني شو هي هذا الرقم وهذا الرقم اي وهذا الرقم واضح كويس الان شو ممكن يكون هذا الترس؟ بعدين نروح للفريم يعني بعدين نقول ما هي هذا الترس؟ واحد منهم نفس الفورس اللي فيه كويس راح ينقطع اذا شو متوقع بزيد على اسم معين بعده بثبات هذا بزيد مع الديسبيسمنت صح لما تو ممبرز يصير فيهم ييلدين بثبات انا اللي بثبات الفورس مثل الفورس بس شو بصير الفورس بصير الدلتا تزيد بعدين تمام لا احنا بنمشي يعني سير انت تاني ولا شو بدي اسوي انا تعرف شلون الكيكس الكونسيبت از فيري سمبل از ذا سيم شو اللي بدي اسوي بس بدي اكون شو بدي ستريس خليها زي ما هي بلاستيك هذا لما نحط فريم نغير شوي يعني هي هيك وهيك 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 ليش هذا الحكي دائما بفرضه هيك؟ صحيح ثاني القصه اللي فاتت هذا ليه وهيك وبعدين هيك انا شو انت بتعمل لي قاعد في شو يسموه assumption is this valid ولا لا اخر سلايد validity of validity verification يعني انه الفاليديتي لهذا الحكي اللي انت بتحكي لي فيه وين هذا صح ولا لا بين جوال انه انا الان انا بعتبر فيل اذا صار في سترين بوينت 1 يعني 10% من الجيومتري لوس معناته انا بديش اروح لهيك ما بدي اروح لهيك عشان اوصل لهيك كويس هذا ممتاز جدا وين في الستيل لكن هل وين في الكونكريت يعني الكونكريت اللي بنعرف طبعا ليش ارسم ولا تحت مش ندرسه من فوق مش اساس انه مو مش هيك ولا تحت بس اللي متعرف عليه صح؟ يعني بقول انه بما انه احنا مسيطرين على الالاستيك بيرفكت بلاستيك خلينا نحول هذا الكونكريت لهذا الحكي فعدة مدارس من المدارس بقول لك والله شو رايك في هذا
الساوي الاريا اللي تحت الاحمر عملته بايسوف اوفر سيرف ما نقصد بحكيش جيومتري صرت بحكي علمي شو دخل هذا في هذا شيء الاريا اللي تحت الاحمر انرجي ستور اذا تساوت الانرجي ستور بتوين الريال والاسامشن الريال والاسامشن اذا انا قوي يعني عندي القوه في المحافل في المحاكم لا هذا يساوي في نفس ثانية انت تقول لا فهمتني يعني مهم يقول له شو دليلك على هذا الحكي يقول هو اصلا الابروكسيميشن اللي عملناه لاي في الكونكريت كيف عملناه اخذنا نقطة معينة نص أفسي هذا في الميكانيك في الكونكريت في الكونكريت واحد اسمه point to offset method اخذنا point to point to عملناها بارل هاي بارل هاي مش مشكلة المهم انه كل ما كل هذه الريسيرش كل واحد بيطلع والبيبر هو الى اخره والكمبيوتر سوفت وير بيعتمد واحد فيهم مرات الكمبيوتر سوفت وير بيكون معطيك انت حر بيكون معطيك شروط بدك تحله هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك مثلا اقرب من هذا على الريسبونس سبيكتروم اناليسيس مش بتحل الريسبونس سبيكتروم باي ديفولت الساق او الايتابس اعتبر انه ايجن فاليو سوليوشن هي الاساس فتروح تسال الاكس بتقول لهم الموديل صارت 100 150 لسه ما كملش 90% ليش؟ في الدوره انه لازم تكمل 90% هو شو همه الوحيد؟ يكمل 90% ليش بيكملش؟ بيجي بقول له طب دشك من الحكي بدا لكن مالي روح دريتس روح دريتس حدد له الحركات اللي بدك اياها حقق الفيسبوك في 9 7 اوكي شكرا شكرا لانه هو القصد مش حل ولا يفهم شو التحليل مفهوم شو يعمل لا بده يحقق الكود لازم على كل حال طبعا فيش اشرط على المجال الان هاي الموديل والفاليديكيشن والفاليديتيشن تبعت حكينا في الحصه اللي فاتت خلص بنعتبر انه هذا الحكي واخر خلص قلنا بدنا نحل ستاتكس ونحل ايزوتروبيك شوفنا اخر شيء في السلايدات شيء اسمه كلماتك وايزوتروبيك وبرفكت بلاستيك يعني انه ثلاث انواع انا لو تركت اللود وين بتروح بتصير هيك بعدين بتصير هيك بعدين بتصير هيك بعدين بتصير هيك بعدين بتصير هيك شو الاسامبشن هذا الحكي؟ بلاست بس شو الاسامبشن هذا الحكي بيطلع صحيح؟ ايش كان اخر الحصص تكون رضي عنك وتفضل ما تنسى خلص هذا شو هذا الحكي شو كنا هذا الحكي لودينج لودينج ستاتكس لودينج ستاتكس دايناميك بيختي الانيميشن اللي وريتك اياها اللي هيك هاي دايناميك سايكل لود يعني استريز يعني هذا هي اللود هي تايم وهي بزي صف بزي بصف بزي بصف لكن هذا سايكل هذا نديم شو هذا؟ هذا سايكل لود لما بيكون عندي هاد مثلا ليش دايناميك اصلا لما
السايكل دول ممكن اعتبره ستاتكس وهيدروكاست ستاتكس، ممكن اعتبره دايناميكس وهيدروكاست. واضح؟ خلينا ناخذ بريك. المفروض عندي 6-1 هنا. لا، 4.